نتوجه شمال بصرة ومشروع مجاري القرن الكبير. نعم. كيف يتم حله اللي تلك صار لسنوات كثيرة وهناك يعني ما زالت ترد شكاوى من المواطنين هنا؟ نعم، يعني مشروع مجاري القرن أخذ حصة كبيرة من متابعة الحكومة المحلية. هسه المشكلة كانت تأخر الشركة اللي انحال بعهدة التنفيذ، الشركة اللي محارب تركيا الأولى، تركيا أدخلت شريك اللي هو شركة جدار الساند. نعم. تعمل معها، جاي تعمل شركة جدار الساند يعني نقول بحجم عمل كبير. نعم. لكن هو 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 مشروع القرنة مشروع معقد كبير جدا. طبيعة الأرض اللي موجودة بالقرنة تختلف عن طبيعة الأرض الموجودة بمناطقنا اللي موجودة، يعني هو نفس التصاميم بالضبط مماثلة لمشروع الزبير المرحلة الثانية صمم للقرنة. طيب. نفس المتطلبات. القرنة تأخر، مشروع الزبير يسري بوتيرة عالية جدا، تقريبا يعني وصلنا إلى مراحل نهائية في المرحلة الثانية وبدينا بالمرحلة الأولى. لكن أكو مشاكل، بعض المشاكل الفنية بعض الأحيان تنتج عن سوء إدارة، سوء تنفيذ من قبل الشركة المنفذة، وبعض الأحيان أكو مشاكل بالتجاوزات اللي موجودة بقضاء القرنة وحجمها كبير. يعني أنا قبل كم يوم طلعنا على إزالة تجاوز شارع يسمى شارع 20 بالقرنة، يعني كأنما حرب صايرة بهذا الشارع، بنهدم بهذا الشارع حتى تفتح شوارع جديدة. فأكو مجموعة من المشاكل اللي تتعلق بطبيعة الأرض، وأكو مجموعة تتعلق بالشركة. إحنا حقيقة بالمحافظة حريصين بهذا الموضوع. المحافظ قبل فترة وجه تنبيه للشركة المنفذة ضرورة الاستعجال بالعمل. التقارير الأخيرة اللي إجتنا إنه لا، أكو تصويب بالعمل، أكو عمل يعني بالوقت الحاضر جيد جاي يصير، جاي نحافظ. أكو بعض المشاكل المعوقات نحاول نحلها، اللي توفير مقالع، توفير أراضي حتى معامل السفير ترد للقضاء. مجرد ما يبدي أعمال التبليد راح تشوفين الوضع بالقرنة تغير بشكل كامل. بالنتيجة إحنا جاي نحرص أن ينفذ عمل بمواصفات. أكو توجيه للمهندس المقيم برفضه يعمل، حقيقة صار أكو رفض مجموعة من الأعمال المنفذة. لكن الفترة الأخيرة أعتقد تم تصويب المشروع والآن جار التنفيذ بالوقت الحاضر. يعني ما نقول إحنا بأعلى ضمن المدد المقررة، لا أكو تأخير به، لكن جاي نحاول إن شاء الله نحل هذه المشاكل الموجودة بقضاء القرنة.